بتحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الجميل فؤاد أحمد، واللي رحل عن عالمنا زي النهاردة من عام 2010، واحد من عاشقي الفن، واللي اشتهر بأدواره المميزة في تقديم شخصيات الشر على شاشة السينما والمسرح وكمان التلفزيون، وترك رصيد فني كبير جدا لسه موجود في قلوب محبيه وذاكرة الفن المصري. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان فؤاد أحمد، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2010، وهو من مواليد 27 من يناير عام 1936، ويعد واحداً من عاشقي الفن الذي فقد بصره بسبب حبه لفنه، واشتهر بأدواره المميزة في تقديم شخصيات الشر على شاشة السينما والمسرح والتلفزيون. مولاي بكنا هامون، نترك الساحة وفيها رأس الداء، أتهذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. التحق الفنان الراحل فؤاد أحمد بكلية الأداب بعد إنهائه الثانوية العامة، وكانت تلك رغبة والده، لكنه كان يعشق التمثيل، فعقب إنهائه الدراسة بكلية الأداب التحق على الفور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء الدراسة قدم العديد من الأدوار الكوميدية، وكان هدفه أن يصبح فناناً كوميدياً، لكن المخرجين رأوا فيه موهبة مميزة في أدوار الشر، فاختاروا لتقديم شخصيات شريرة أضفت طابعاً خاصاً على مسيرته الفنية. إذا جاءت الشياطين ذهبت الملائكة. حمودة الأقرع. سابقاً حالياً حمودة الأعور. وحشني يا رجل يا طير. في عالم السينما قدم فؤاد أحمد أدواراً بارزة في أفلام مثل المشبوه وخمسة باب وخلي بالك من عقلك. خطيبها؟ أيوه عندك مانع؟ هات السكينة من المطبخ يا خالتي. أنت مجنون، أنا هخرب بينك أنت وهي. لم تقتصر أدواره على السينما فقط، بل تألق أيضاً على خشبة المسرح، حيث قدم عروضاً ناجحة مثل علشان خاطر عيونك واللص والكلاب والجياع. يا بني آدم مجد، شيء طبيعي شيء منطقي. محمود ابنه بتاع الأزوزة اتزفت مات، أخته بنت عمه بنت عمته، سيب ده كله سيبه. أيه. اللي بقى. أما في عالم التلفزيون فشارك فؤاد أحمد في مسلسلات مشهورة مثل السيرة الهلالية والإمام الأعظم أبو حنيفة، وكان معروفاً بطيبته وخجله الشديد خلف الكاميرا رغم تأديته البارعة لأدوار الشر. أنا جايبك علشان تشنق لنا كلب بيهوهو علينا أوي 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 أوي، بس أعرف هو مين. اللي اسمه جحا. وده ماله ده؟ ماله ده؟ طبعاً البت مخولاك، ما انتش عارف اللي بيحصل في البلد. خد الأسماء دي تتصهم كم شهر حبس وكم جلد. طب بس أفهم برضو يا زين الناس، عشان ندبج ونحبس حكم متحوج مظبوط. أصيب الفنان الراحل فؤاد أحمد بفقدان البصر عندما كان يقدم شخصية هامان في مسلسل محمد رسول الله، وذلك بسبب مكياج الشخصية، وظل بقية حياته كذلك وابتعد عن الساحة الفنية، إلا أنه عاد لتقديم آخر أعماله وهو مسلسل جحا المصري عام 2002 وهو فاقد البصر. توفي فؤاد أحمد في العام 2010 عن عمر ناهز 74 عاماً، تاركاً رصيداً فنياً كبيراً سيظل خالداً في ذاكرة الفن المصري.